نكمل طلاب محاضرتنا مثل ما قلنا انه اللي ابتديناها الاسبوع اللي راح فيما يخص الليبيد، ووصلنا انه خلصنا من تصنيف الكلاسيفيكيشن فاتي اسيد، وقلنا صنفناه على ساتوريتد ان ان ساتوريتد فاتي اسيد، ودخلنا في تفاصيل والتسميه وتسميه الفاتي اسيد. راح نتواصل معا فيما يخص الكلاسيفيكيشن اوف ليبيد. بالنسبه الى الكلاسيفيكيشن اوف ليبيد، عندنا تصنيف الليبيد ممكن نصنفه الى ثلاثه انواع، اللي هي سمبل ليبيد، وهاي السمبل ليبيد انه راح ندخل تفاصيلها تكون لنا انها تشمل لنا الفات والاويلز او تشمل لنا الواكس، والكومباوند ليبيد اللي تشمل لنا الجليسر او فوسفو ليبيد والسفنجو ليبيد، والدرايفد ليبيد اللي تشمل لنا الفاتي اسيد الستيرويدز وتشمل لنا الجليسيرويد والريتينول. ناخذ كل صنف على كتر نعم ونشوف شنو تفاعلاته وشنو اهميته. بالنسبة إلى السمبل ليبيد، أول نوع من التصنيفات اللي هي سمبل ليبيد. هذا السمبل ليبيد هي عبارة عن شنو، أو الدهون، خلينا نقول إنه الدهون البسيطة، هي عبارة عن أستر حامض دهني، يعني فاتي أسيد، أستر فاتي أسيد وذ فيريوس الكحول، مع الكحول اللي هو الجليسيرويد. مثل ما نشوف نعم هنا انه فاتي اسيد مع الكحول، وراح تعطينا الاستر والووتر. فبالتالي انه هذه طالما هي خلينا نقول انه تكون فاتي اسيد والجليسيرويد عند التحلل المائي، ايش راح تعطينا؟ راح تعطينا هي الفاتي اسيد وتعطينا الجليسيرويد. لذلك سميت هذه تسمى بالسمبل ليبيد، بالدهون او الدهون البسيطه او الليبيدات الليبيد البسيطه. يعتبر انه احنا بالدهون البسيطه يعتبر هو الجليسيرويد، هو يعتبر هو خلينا نقول انه الباك بون، العمود الفقري بالدهون البسيطه الجليسيرويد. فتصنيفات ما يخص الدهون البسيطه، التصنيفات تعتمد على عدد الاحماض، يعني الفاتي اسيد اللي هي التاج للجليسيرويد، ويعتمد على كذلك موقعها بالجليسيرويد. فالدهون البسيطة انه نصنفها حسب نوع الكحول المرتبط، اللي يعني خلينا نقول انه نوع الكحول نصنفها الى صنفين، اللي هي خلينا نقول انه نصنفها الى فات وفات او اويل، نفس يعني خلينا نقول الفات والاويل، انه الاختلاف بسيط فقط، انه اختلاف انه بالخصائص خلينا نقول انه الفيزيائية، لكنه دائما انه almost انه they are similar انه بالchemical properties. بالنسبة إلى السمبل ليبيد قسمناها حسب نوع الكحول إلى صنفين، اللي هي نيوترال ليبيد اللي تشمل لنا الفاتس والأويل، وتشمل لنا الصنف الآخر تشمل لنا الواكسز. إذا الفاتس والأويل اللي هي خلينا نقول هي تابعة للسمبل ليبيد، أنه صنفناها أنه هي عبارة عن شنو، الزيوت والدهون، يعني ترجمة زيت والدهن، تعتبر هي أستر حامض دهني، يعني أحادية الكربوكسيل عندها أنه كربوكسيل وحدة مرتبطة مع الجليسيرويد. إذا الفاتي أسيد مع الجليسيرويد، وراح يعطينا هو الترايجليسيرايد اللي هو مثال، أبسط مثال وأهم مثال بمن، بالفات والأويل، باعتبار أنه نيوترال، يعني التسميات ما تكون الدخول بها متداخلة، أنه السمبل قسمناها للفات والأويل، والفات والأويل سميناها بالنيوترال، والنيوترال هي تنقسم إلى من عندنا تشمل النفات والأويل، فهي تسميات يعني فشيء يعني يقود إلى شيء آخر. فبالنسبة إلى الفات والأويل اللي هي قلنا تعتبر هي الفات والأويل هي أستر حامض دهني مع الجليسيرويد، لكنه الاختلاف الفات عن الأويل أنه قلنا بالصفات الكيميائية أنه مشابهين، لكن اختلاف بالخصائص الفيزيائية، باعتبار انه الاويل انه دائما الزيت يكون يعني سائل بدرجه حراره الغرفه، بينما انه الفات يكون انه هو يكون عباره عن ماده صلبه بدرجه حراره الغرفه. زين، اذا ارتبط انه بالنسبه الى الجليسيرويد، عندما يرتبط الجليسيرويد، يعني هذا الجليسيرويد راح يرتبط مع حامض دهني واحد، هذا الجليسيرويد احنا قلنا يعتمد على نوع الحامض اللي هي اللي مرتبط مع الجليسيرويد. اذا ارتبط حامض دهني واحد مع الجليسيرويد شو نسميه؟ يعني نسميه بالمونوجليسيرايد. المونوجليسيرايد باعتبار واحد. إذا ارتبطن جزئيتين يعني من الفاتي أسيد، ارتبطن بالفاتي أسيد أنه يعني أنه تو فاتي أسيد اتاش تو ذا جليسيرويد باك بون، أنه أكيباي أنه يعني أنه احتلن جزئيتين، أنه سوى عصر أستيرية، هنا شو نسميه؟ نسميه بالدايجليسيرايد.
كذلك الى اذا عندما يكون اتلس، يعني خلينا نقول في هنا مثل هاي معادلتنا انه 3 فاتي اسيد مرتبطه مع الجليسيرول، سو معناته انه راح يؤدي هذا التفاعل فاتي اسيد مع الجليسيرول يؤدي الى خلينا نقول انه تحرير جزيئه الماء، وبالتالي راح يؤدي لنا الى تكون الترايجليسيرايد. اذا الترايجليسيرايد هو ناتج من اتحاد 3 فاتي اسيد انه مع الجليسيرول، يعني انه كل الجزيئات انه الاحماض يعني انه الجليسيرول انه راح يتاثر، يعني اثرت الاحماض خلينا نقول انه الجليسيرول بواسطه انه 3 جزيئات من الاحماض الدهنيه، وبالتالي انه الناتج يسمونه ب خلينا نقول انه يسمونه بالترايجليسيرايد، ويعتبر هو مثال لمن مثال للنيوترال من النيوترال خلينا نقول انه ليبيدز. والنيوترال ليبيدز دائما شو نسميها، ليش نسميها بالنيوترال، ليش نسميها يعني هي تصنيفاتها تسمى بالنيوترال ليش؟ لانه يعني دائما النيوترال ليبيدز انه تحتوي يعني نقول انه ما تظهر عليه شحنه. ليش؟ لانه كل الجزيئات مثل ما شفنا كل الاواصر انه اكيوبايد باي ذا فاتي اسيد، فبالتالي انه ماكو فد شحنه ما في شحنه خلينا نقول انه ظاهره عليه على المركب، فبالتالي انه سمينا بالنيوترال ليبيدز. ويعتبر هذا الترايجليسيرايد يعتبر هو خلينا نقول انه ابسط واكثر يعني خلينا نقول انه انواع السمبل ليبيدز اللي هي يعتبر كوحده بناء، وحتى انه الطاقه اللي تنقدم بالجسم تنقدم على هيئه الترايجليسيرايد، فبالتالي انه يعتبر هو خلينا نقول انه اكثر الدهون يعني السمبل ليبيد انه اكثر خلينا نقول انه انتشارا. بالنسبة إلى الفاكشن ليبيدز مثل ما قلنا يعتبر أنه الفاكشن ليبيدز اللي هي الطريقة أو الوسيلة الوحيدة أنه يخزن الجسم أنه الطاقة الزائدة عن حاجة الإنسان، يعني مصدر عندما ياخذ الانسان الجسم ياخذ انه ما يحتاج من خلينا نقول انه الطاقه، وبالتالي الليبيدز وكل هاي الطاقه اللي هي زائده عن حاجه الجسم تؤخذ هذه الطاقة تتحول تخزن على هيئة يعني يسمونها بالترايجليسيرايد اللي دائما تنخزن بالأديبوس تيشوز. وبالنسبة للأديبوس تيشوز انه تعتبر هذا الجسم الأديبوس تيشوز تتحرر عند الحاجة، عندما يحتاج الجسم في حالة خلينا نقول انه في الستارفيشنز انه يعني خلينا نقول انه ستارفيشن، حتى يعني مو شرط انه تكون لونج يعني بيريد اوف ستارفيشنز، انه مجرد انه يصير عندنا نقص بالجلوكوز، فبالتالي انه يبدا الجسم يعني يسوي انه يبدا الفاتي اسيد يسوي موبلايزيشن، وبالتالي انه هذا يعني تجي السيجنال خلينا نقول انه تحرر كل الفات الموجوده بالاديبوس تيشوز، ويبدا عمليه تكسر التكسر بمن بالاواصر هاي الاستر بونز اللي هي موجوده بال خلينا نقول انه الفاتي اسيد، وبالتالي ايش راح يعطينا؟ يرجع الى الاصل، يرجع يعطينا شيء يعطينا فاتي اسيد، هاي الفاتي اسيد راح تدخل يسمونه يعني تدخل يسمونه بالبيتو اوكسيديشن، تدخل بعمليه اكسده، وبالتالي راح نحرر لنا كميه تحرر لنا اي تي بي اللي هي ضروريه حتى تسعد الجسم، حتى ما يدخل الجسم في حاله من الكوما. تنقذ الجسم وتزوده بكميه الطاقه اللي يحتاجها حتى يعني لاستمرار عمليات الايو. فهذا ان شاء الله هذه هي تابعه خلينا نقول انه الكورس الثاني اللي فيما يخص الليبيد ميتابوليزم، لكنه احنا في هذا يعني موضوعنا او هذا الجزء من المحاضره انه نتناول فقط انه خلينا نقول تصنيفاتها. بالنسبه الى هناك بعض يعني خلينا نقول انه الصفات المهمه بالنسبه الى الصفات المهمة أو المعادلات، يعني خلينا نقول إنه تفاعلات مهمة فيما يخص إنه الفات والأويل، وسبيشلي إنه قلنا داخل إنه الترايجليسيرايد. هناك بعض التفاعلات اللي هي أول تفاعل اللي هو تفاعل خلينا نقول إنه هذا تفاعل الأكرولينتيست، إنه بما إنه إحنا قلنا هو ناتج من تفاعل إنه الفاتي أسيد تحلت مع الجليسيرول، فبالتالي كونت لنا إنه الترايجليسيرايد الترايجليسيرايد اللي بي خلينا نقول انه 3 جزيئات من الفاتي اسيد زي اتاشت انمن او اكيوبايد اتاشت تو ذا جليسيرول. الاكرولين تيست هو يعتبر انه خلينا نقول انه هو خاص تفاعل للسمبل ليبيد او للنيوترال ليبيد. ليش؟ لانه بسبب احتواها على الجليسيرول، لذلك انه بالاكرولين تيست انه هو انه راح يتفاعل هذا خلينا نقول انه الجليسيرول راح يتفاعل مع ماده يسمونها KHSO4 اللي هي خلينا نقول انه بيرسلفيت بوتاسيوم بيرسلفيت،
وبالتالي راح يعطينا هذا الاكرولين. الاكرولين دائما يتميز انه يعني خلينا نقول انه رائحة قوية مخدشة، وهذا التفاعل يعني يعتبر انه من الكشوفات المستخدمة حتى نكشف عن نوع خلينا نقول انه نوع الليبيد الموجود، هل هو سمبل ليبيد، هل هو انه فوسفو ليبيد ولا ما اخره. فيعتبر هذا الاكرولين تيست يعتبر هو يوني خلينا نقول يونيك تيست او خلينا نقول سبيسيفيك تيست للسمبل ليبيد. بالتفاعل الاخر اللي هو يعتبر مميز، اللي قلنا احنا عدة يعني امور مميزة اللي هي سمبل ليبيد اللي هي سبيشال ترايجلسرايد، تفاعل الاكرولين، وكذلك ان التحلل اللي نقول انه اللي يسمونه الهيدروليسيس او التحلل المائي. اذا التحلل المائي سواء كان انه عندنا الهيدروليسيس يعني بواسطة الدايجستد لايبيز، انه شو راح يصير عندنا، شلون يتحلل هذا الترايجلسرايد، احنا قلنا ينخزن على هيئه نوع ترايجلسرايد بالاديبوستيشوس، لكنه عمليه الدايجستن بروسيس وعمليه خلينا نقول انه سوري عمليه الـ يعني عملية الموبلايزيشن من يتحرر لازم يصير عنده شنو، لازم يتكسر هذا الأواصر. فعملية تكسير هذا الأواصر انه تتم بعملية انه يسمونها بالدايجستيف انزيم او تسمى بكذلك باللايبيسس. فالتحلل المائي هذا او يعتبر التحلل المائي هو من التفاعلات الاخرى المميزة للسمبل للنيوتروليبز. اذا التحلل المائي هاي ان لترايجليسرايد، التحلل المائي بوجود اللايبيز باعتياد التحلل المائي، خلينا نقول انه الدايجستيف انزيم تحتاج الى خلينا نقول انه حتى تعمل انه، وهذا اللايبيز حتى يعمل يحتاج الى خلينا نقول انه وسط حامضي، وحتى يكون انه يعطي اعلى خلينا نقول انه اوبتيمال كونديشنز، يحتاج حتى يعطي اعلى فعاليه يحتاج الى ظروف مثل هذا اللايبيز، وبالتالي انه توفرها الوسط الحامضي. وراح بالتحلل المائي عندنا هذا هو الترايجليسيرايد، اللي هو بالترايجليسيرايد شفنا هذا مثالنا انه متحد هذا الجليسيرويد، هذا الجليسيرويد لكنه الفاتي اسيد اللي عنده هنا different types of the fatty acids. different type of the fatty acid انه هنا عندنا خلينا نقول انه الفاتي اسيد يعني معناته انه هاي الترايجليسيرايد نوع مختلط، عندنا نوعين من الترايجليسيرايد يكون مختلط ويكون متجانس. المختلط شنو؟ عندما يكون انه ال 3 فاتي اسيد مختلفات، ال 3 فاتي اسيد they attach to the glycerol backbones يكون المختلفات، فهذا نسميه مختلط. واللي متجانس فاتي يعني خلينا نقول ترايجليسرايد متجانس عندما يكون يعني خلينا نقول انه الثلاث احماض الفاتي اسيد المتصله مع او مرتبطه مع الجليسيرويد ما تكون عباره عن هي belongs to the same group of the fatty acids ونسميه متجانس. لكنه احنا الشائع من الشائع الموجوده دائما بالطبيعه دائما انه جسمنا يتكون من متجانس ويتكون من خلينا نقول انه يعني هوموجينيوس وهيتروجينيوس للفاتي اسيد. فلذلك نشوف انه هذا الترايجليسيرايد اللي هو من نوع مختلط بوجود التحلل المائي بوجود اللايبيز راح يتحول الى الجليسيرويد ويعطينا اوتوماتيك اسيد باعتبار انه 3 ديفرنت خلينا نقول انه فاتي اسيد اللي هي اللي هنا عندنا البروماتيك اسيد والاويليك اسيد، يعني هنا ساتوريتد انساتوريتد واللانوليك فاتي اسيد اللي هو خلينا نقول انه انساتوريتد از ويل. هذا هو التفاعل الاخر اللي هو المميز يعني المميز المن للاحماض يسمونها بالترايجليسرايد او يسمونها بالنيوترال ليبيد او نرجع لاصلها للسمبل ليبيد. التفاعل الاخر اللي هو خلينا نقول انه السبونيفيكيشن. اذا عمليه يعني عمليه يسمونها يعني خلينا نقول نسميها بالتصبن، عمليه التصبن يعتبر انه اول منظف الانسان حضره يعتبر هو الصابون، انه شاف انه من يعني خلينا نقول انه من يمسك بالزيت على يعني هذا خلينا نقول انه على فدرمات حاوي على ماده قاعديه اللي هي كربونات البوتاسيوم، شاف انه الماده اللي طلعت عنده هذا البرودكت اللي طلع عنده شاف انه يزيل مفعول الزيت، يشيل يعني على قابليه على التنظيف او ديترجنت قابليه انه ازاله الاوساخ الدهنيه اكثر من قابليه يعني انه الماء وحده. من هذا جاءت الفكره انه يصنعون انه خلينا نقول انه الصابون، وهو
إذن التصبن هو عبارة عن شنو؟ الصبونيفيكيشن هو عبارة عن أنه تفاعل الفاتي أسيد، راح يتفاعل فاتي أسيد راح يتفاعل مع مادة خلينا نقول أنه قاعدية أو نسميها قلوية، راح ينتج لنا اللي هو ينتج لنا الصوت أو ذا فاتي أسيد، ينتج لنا أنه ملح اللي هو صابون، يعني ملح للحامض الدهني، ملح للحامض الدهني، وينتج لنا كذلك اعتيادي هذا الملح الحامض الدهني، واعتيادي راح ينتج لنا الجليسيرول. اللي يميز اللي يعطي قابلية يعني خلينا نقول انه الكلينزنج، يعني تعطي قابلية يعني خلينا نقول انه القابلية على التنظيف للصوبس، اللي هي شنو؟ انه تحتوي على انه هذا الملح اللي راح ينتج لنا يحتوي على يعني خلينا نقول انه مادة فعالة يعني سطحيا، يعني مادة عندها فد قابلية او فعالية سطحية ايونية، هذا هو اللي ما يميزها، وبالتالي يعطيها القابلية على خلينا نقول انه ازالة الاوساخ الدهنية، ازالة الاوساخ الدهنية. إذن هذا التفاعل نعم واضح أنه الفاتس أو الأويلز بصورة عامة يتفاعل مع خلينا نقول أنه يتفاعل مع القاعدة ويعطينا جليسيرول ويعطينا يعني صوديوم سولت أو فاتي أسيد أو يسمونه بالسوبس، أنه هذا السوب أنه أو الصابون أنه هو ناتج عبارة عن ملح للحامض الدهني، ملح الحامض الدهني. لكنه هل كل الاحماض انه يعني خليه انه كل الامور يعني خلينا نقول انه اكو حالات انه السوبس ما يشتغل، انه تتعارض يعني هنالك ايونات ممكن انه تقلل من فاعليه السوبس، وبالتالي انه تقلل من قيمه يعني من قيمته وفعاليتها على التنظيف. نجي على هاي السوبس نعم عندها قابلية على التنظيف. شنو سبب القابلية على التنظيف؟ انه هاي السوبس شو راح تكون لنا؟ راح تكون لنا المايسلز، المايسل او يسمونه بالمذيلات، باعتبار انه ايش راح يصير بالمذيلات؟ ايش راح يصير عندنا؟ عندنا راح يسوي لنا انه هذا البولر الضيء القطبي اللي يكون دائما بالاتجاه الخارج، وعندنا خلينا نقول انه الذيل يعني انه الذيل القطبي الى الخارج، وانه البولر تيل اللي هو يكون الى الداخل، وبالتالي انه هنا تتجمع الاوساخ يعني يسمونه الديرت، هنا راح تتجمع الاويل يعني ديرت. فبالتالي انه هاي القابليه انه بسبب هذا التوجه، بسبب تكوين الماي سيلز، انه هذا راح يؤدي الى هذا هو ما يعني الميكانيكيه، ما يعرف بميكانيكيه التنظيف، انه ميكانيكيه التنظيف انه نتيجه تكوين الماي سيلز، فهذا الماي سيلز بهاي الحركه وبهذا الترتيب انه نتيجه انه عمليه الديرت الاويل، بالتالي راح تنزال اثناء عمليه انه عمليه الواشنج وعمليه الحركه خلينا نقول انه الميكانيكال او يعني بالهاند واش، بالتالي انه مسؤول على انه ازاله انه خلينا نقول انه الديرت او ديرت اويل. اكو حالات اخرى، يعني حالات اخرى اللي هي قلنا انه بعض الاحيان لابد شايفين انه ظاهره عندنا، ظاهره يعني كانت قبل ايام الحصار او يعني حتى هسه بالوقت الحالي اكو نوع يعني اكو برودكت من الصابون انه ما يشتغل، نشوفه انه ما يطرغوه، يعني كلش صعب يسمونه ستيف، كلش صعب انه ما يطرغوه، فهذا السبب يرجع الى شنو؟ نوع انه يرجع الى مرات انه نقول انه شنو سبب هذا الصابون، فيرجع الى شو يسمونه بالعسر، يعني العسر بالعسر بالرغوه. فبالتالي شنو السبب؟ سبب انه الهارد ووتر اللي عندنا يعني انه يحتوي على انه ايونز، يحتوي هاي الايونات اللي هي عباره عن شنو؟ عباره عن كالسيوم ومغنيسيوم. هاي الكالسيوم ومغنيسيوم انه راح شو يسوي لنا؟
راح انه راح يسوي لنا يعني انه راح تتفاعل مع الثوب، وبالتالي انه يسوي لنا انسوليوبل بريسيبيتيت، او ما يعرف انه هذا البريسيبيتيت يسمونه بالسكوم، سو ثوب سكوم، باعتبار انه يعني شنو يعني انه صابون عسر، صابون عسر نتيجة وجود الأملاح الكالسيوم والمغنيسيوم. وهاي ظاهرة تغلبوا عليها مثل ما نشوف احنا هنا، هاي صابو يعني انه صوديوم ستيريت ومع الكالسيوم ايون راح تكون انسوليوبل كالسيوم ستيريت، اللي هي تكون عبارة عن خلينا نقول انه صابون ملح صابوني عسر، واعتياد راح يعطينا الصوديوم ايون. نفس الحالة في حالة وجود في حالة وجود المغنيسيوم، حالة المغنيسيوم كذلك المغنيسيوم مع المغنيسيوم يتداخل مع الملح يعني الملح خلينا نقول انه الفاتي اسيد، وبالتالي راح يعطينا خلينا نقول انه ملح حامض اسيد غير قابل يعني غير قابل للذوبان، ما راح يتفاعل يعني هذا الملح الصابوني انه ما عنده قابلية للتنظيف، وكذلك صوديوم ايون. مو بس انه خلينا نقول انه الاملاح الموجوده، كذلك استخدام المياه الحامضيه، المياه الحامضيه اللي تتميز بوجود يعني خلينا نقول انه بوجود الـ يعني يسمونها الايون هيدروجين، الايون الهيدروجين انه ايضا تعطي نفس الفعاليه، تعطي نفس الفعاليه انه راح تؤدي الى يعني تقلل من فعاليه السوربس على التنظيف. اذا الصوديوم ستيريت اللي هي خلينا نقول انه الملح الحامض الدهني يتفاعل مع الايون هيدروجين ايون اللي هو قلنا عباره موجود بالمياه الحامضيه، راح تؤدي الى هي انسوليوبل ستيريت اسيد ويعطينا صوديوم ايون. الظاهرة انه التغلب يعني هاي حتى نتغلب على ظاهرة يعني انه يتغلبوا على ظاهرة انه ليش هالصابون انه ما يرغوا، هاي الظاهرة تغلبوا عليها، ضافوا فد سينتيتيك انه سينتيتيك سوبس اللي هي ضافوا فد مواد اصطناعية الى الصابون اللي هي يسمونها بالبنزين سلفونيك اسيد، وبما وصنعوا ما يسمى بمحاليل التنظيف اللي هي يسمونها بالديترجنت. هاي الديترجنت انه في هاي الحالة الديترجنت انه ما راح يتكون لنا ما راح يتكون لنا صوب سكوم بالهارد ووتر، ما راح يتكون لنا، ولا كذلك ما يتكون لنا صوب سكوم بالاسيديك ووتر من خلال المعادلات اللي راح نشوفها. نعم اذا الصوديوم ضد سايل سلفيت اللي هو ديترجنت، صوديوم ضد سايل سلفيت ديترجنت مع الكالسيوم ايون، حتى الكالسيوم ايون قلنا احنا بالماء يعني بالهارد ووتر بالماء اللي هو دائما اغلب المياه مالتنا يعني هي ما فلترد يعني كلها حاوية على خلينا نقول معادن يعني وأيونات بتراكيز كثيرة، فالصوديوم ديتايل سلفيت اللي هو الديترجنت اللي يحتوي على مادة خلينا نقول سنتيتيك يعني انه سبلمنتد انه راح وجوده حتى مع الكالسيوم الموجود بالماء انه راح يؤدي الى سوليوبل كالسيوم ديتايل سلفيت، وبالتالي انه هذا خلينا نقول انه السوبس انه له قابلية على ازالة انه على التنظيف وازالة المواد خلينا نقول انه او الاوساخ الدهنية. كذلك الحالة في الصوديوم ضد سايل سلفيت مع المغنيسيوم ايون اللي هو ممكن انه موجود يعني بالهارد ووتر انه راح يتفاعل ويعطينا خلينا نقول انه سوليوبل مغنيسيوم ضد سايل سلفيت ويعطينا ايون، وكذلك انه صوديوم ضد سايل سلفيت اللي هو الريجنت يتفاعل مع الهيدروجين ايون ويتكون انه ايضا هو يعني انه الصوديوم ديتايل سلفيت اللي هو تكون سوليوبل سلفوني سوليوبل ديتايل سلفونيك اسيد. من هذا نستنتج يعني انه من هاي هذا نستنتج بانه يعني خلينا نقول انه عمليه قابليه التنظيف او كلينزنج اكشنز للديترجنت هي تكون دائما اكثر فعاليه من السوبس اللي بالهارد ووتر مثل ما شفناها انه دائما انه تكون لها قابليه على التنظيف اكثر، وبالتالي ما راح تتاثر لا بالايونيك اسيدك ووتر ولا تتاثر بالهارد ووتر، وما راح يتكون لنا او ما راح نتخلص من ما يعرف بالسوب اسكوم. التفاعل اللي هو اخر مميز
لل يسمونه بالسمبولوبيت اللي هي ما يميز السمبولوبيت عندنا. اول تفاعل قلنا انه تفاعل الاكرولين، بعدين انه اللايبيز او التحلل اللي خلينا نقول انه بصوره عامه التحلل ما سواء كان انه باللايبيز الموجوده بالصفراء او بالبنكرياس او اللايبيز وكذلك او بال خلينا نقول انه بوجود اللايبيزس انزيم، وكذلك التفاعل الاخر اللي هو الرنسيدتي. الرنسيدتي او نسميها يسمونها يعني هي الرنسيدتي هي نوع من يعني خلينا نقول انه تقود الى الليبيد بيروكسيديشن او يسمونها بالاكسد اكسد الدهنيات او فالرنسيدتي هي يسمونها زناخة الدهن. لذلك دائما يعني هذا غالبا ما نستخدم هذا المفردة انه نقول هذا يعني خلينا نقول هاي الاكلة بها دهن، يعني خلينا نقول انه بي يعني ريحة كريهة الدهن بي يعني خلينا نقول زنخ يعني انه بي يسمونها بريحة كريهة نتيجة تأكسد هذه الدهون. فالزناخة هي عبارة عن شنو؟ عبارة انه الدهن راح يتأكسد نتيجة تعرضه انه يعني نتيجة تعرضه لظروف انه غير يعني خلينا نقول مثل اللي مثل عندنا بوجود الاكسجين او تعرض مثلا عندنا للهواء او يتعرض الى الرطوبة، بالتالي راح يتغير طعم الدهن وبالتالي راح تعطينا خلينا نقول انه طعم ورائحة ما مقبولة. بالنسبة الى رنسيدتي عندنا نوعين، ان الهيدروليتي عندنا نوعين، يعني انه تكون هي عندنا التحلليه اللي هي تكون وجود يعني هذه هي الهيدروليتي رنسيدتي اللي هي ناتجه من وجود الرطوبه والظروف، ما خلينا نقول انه يعني خلينا نقول انه الغير جافه انه دائما ادى الى انه وكذلك انه البكتيريا الانزيم راح تؤدي الى تحليل الفات وبالتالي انه تحلل الى جليسيرويد والفاتي اسيد. النوع الاخر اللي هي خلينا نقول انه الاوكسيديتيف رنسيديتي اللي هو يعني بسبب الاوكسيديشن اوكسيديتيف نتيجه الاوكسيديشن للفاتي اسيدز، ويعني انه راح تعطينا بالاوكسيديتيف رنسيديتي راح انه اوكسيديت الفاتي اسيدز او الفاتي اسيدز انه اوكسيديت الفات سوري راح يتحول لنا يعطينا انه ليبيد بيروكسيديز ويعني تعطينا فات الديهايد وتعطينا كيتونز وتعطينا كذلك شورت فاتي اسيد، وراح ناخذ معادلاتها ان شاء الله. فالعوامل المسؤوله عن الرنسيديتي احنا قلنا انه دائما ذلك دائما الفات من تنخزن بظروف غير مثاليه مثلا اما تتعرض الى درجات يعني خلينا نقول انه اشعه الشمس او تتعرض الى انه رطوبه، فبالتالي كل هالعوامل انه مسؤوله على انه راح تاثر سلبا على قيمه الدهن وبالتالي انه على الفات وبالتالي انه راح تؤدي الى زناخه يسمونه زناخه الدهن. اذا اللايت والموستشر والوارم تمبرتشر انه all these factors associated with خلينا نقول انه with يعني decay the fat. يعني انه عملية الزناخة ممكن تؤدي الى انه راح التالي انه راح تعطينا انه الفات او الاويل يصبح يعني طعما ورائحة غير مقبولين، وبالتالي انه يعني الطعم والرائحة غير مقبولين، وكذلك انه راح تنتج لنا يعني اخطر شيء بالرنسيدتي هي ما مقتصرة بس على الرنسيدتي ما مقتصرة على الطعم والرائحة، لكنه هي الأخطر شيء برسيدتي هي اللي بدي أوكسيديشنز أو يسمى بما يسمى بأكسدة اللي يعني يسمونه بالتأكسد التأكسد للدهنيات، وهذا فشي خطر لأنه يؤدي إلى خلينا نقول إنه كانسر مثل ما راح نشوفه لاحقا. فانه الرنسيديتي راح تعطينا التوكسيك كومباوندز اللي هي توكسيك كومباوندز اللي هي خلينا نقول ليبيد بيروكسيديز والدهايد وكيتونز. حتى نمنع الرنسيديتي فشي كلش معروف انه دائما حتى نمنع شلون نمنع تاكسد الدهون، يعني دائما هي الليبيد بيروكسيديشن حتى نمنع لازم ناخذ انتي اوكسيدنت، انتي اوكسيدنت اللي هي تشمل انه
اللي انتي اوكسيدنت اللي هي فيتامين اي اللي هي الفا توكوفرولز انه فيتامين اي انه وكذلك ممكن انه نمنع الرنسيديتي ممكن بانه عدم التعرض انه دائما نحفظ الفات خلينا نقول انه بظروف يعني خلينا نقول انه بظروف مثاليه يعني بعيدا عن الرطوبه بعيدا عن درجات الحراره العاليه وبعيدا عن خلينا نقول انه أشعة الشمس إنه أو اللايت إنه هذه كل الظروف راح تؤدي إلى إنه نتجنب الرنسيدتي. الليبيد بيروكسيديشن إنه هو يعتبر هو برانش من يعني إنه كوز باي ذا يعني الرنسيدتي إنه الليبيد بيروكسيديشن هي تأكسدة أو تعرض إنه الليبيد الى الاكسجين وهذا قلنا مسؤول في شيء خطر انه داخل جسم الانسان لانه يؤدي الى تكوين الفري راديكلز والفري راديكلز هي مصدر الامراض ومصدر انه الكانسر ومصدر انه حتى الايجينج فالفري راديكلز وهذه الليبيد بيروكسيديشن هي بروسس انه تحدث داخل جسم الانسان لكنه لها اسبابها اللي يتعرض نقول انه نتيجه اللي يسمونه الاوتو اوكسيديشن نتيجه تكون الفري راديكال اذا الليبيد بيروكسيديشن ممكن انه يعتبر كان كوز اوف ذا كانسر ممكن انه يسوي لنا انفلاماتوري ديزيزز ممكن يسوي لنا اثيروسكليروسيس وكذلك مسبب لنا الايجنج او الشيفوفه والهامفول ثينج بالفري بروسيديشن انه تكون الفري راديكلز والفري راديكلز راح ناخذها ان شاء الله اللي هي شلون تتكون وما هي يعني الخطوات لتكوين الفري راديكلز انه بالليبيد بروسيديشن ممكن يكون على ثلاث مراحل الليبيد بروسيديشن ثلاث مراحل اذا الخطوه الاولى بعمليه خلينا نقول انشيشنز بالانشيشن مثل ما نشوف احنا هنا بالانشيشنز انه يعني جزيئه الاكسجين راح تتحد مع الانساتوريتد فاتي اسيد وبالتالي ايش راح تعطينا بالانساتوريتد اسيد من راح تتفاعل راح تعطينا هيدروكسي يعني هيدروبيروكسيديز وتعطينا انه البيروكسايل وتعتبر هذه هي يعني خلينا نقول انه فري راديكلز يعني انه كل يعني ذن المركبات اللي نتج لنا سواء عندنا الهيدروكسي بيروكسيديز والبيروكسي يعني بيروكسايل فري يعني انه راديكلز تعتبر هن يعتبر بما انه يعني انه تحتوي على جذور حره تكون هي انستيبل وتكون فعاليتها عاليه جدا. الخطوه الثانيه اللي هي بالبروبيجيشنز بالبروبيجيشن ايش راح يصير عندنا؟ انه بما انه هاي المركبات اللي طلعت لنا بالانشيشن المركبات اللي نتجنا بالحالة الأولى بعملية البدء أو بالانشيشن هي عبارة عن مركبات يعني البراي برودكت هي عبارة عن انستيبل وقلنا أنه بما أنه أكتيف وتكون هي تحتوي على يعني خلينا نقول أنه يعني تحتوي هي بما أنه جذور حرة لذلك تكون انستيبل وأكتيف ورياكتيف فبالتالي أنه شو راح تفعلنا راح تبدي تستمر بالبروبيجيشن انه تبدي مثل ما نشوف انه تبدا تستمر بانتاج يعني خلينا نقول انه باحداث انه يعني يسمونها اوكسيديشن راح تبدي تحف وتستمر بانتاج يعني خلينا نقول انه انتاج الجذور الحره لذلك انه تعتبر هي سيكليكال يعني هذا العمليه اللي هي عمليه الفري راديكال عمليه سيكليكال انها ما عمليه هي يعني خلينا نقول انه بروجرامد ما عمليه منظمه وتنتهي وقت معين لذلك هي تبدي تستمر بانتاج الجذور الحره وبالتالي انه الى ان ينتهي الى انه سوي لنا بريك داون للليبت. الخطوة الثالثة اللي هي بعملية التيرمينيشن التيرمينيشن راح يصير عندنا سلوبينج يعني يعني سوي توقف للتفاعل وهاي التفاعل توقفه شلون احنا نضيفه بالانتي اوكسيدنت اللي قلنا احنا راح نضيفه وبالتالي انه راح نسوي انه خلينا نقول انه نقضي على انه انتاج الفري راديكلز باضافه يعني الانتي اوكسيدنت وبالتالي انه راح نتخلص من الليبيد او يعني خلينا نقول انه نوقف عمليه الليبيد اوكسيديشن ونوقف من عمليه انتاج الفري راديكلز لذلك تعتبر الفيتامينز ودائما دول اللي يعني اغلب الوصفات البريسكريبشنز انه دائما دول اللي عندهم يعني خلينا نقول انه كانسر او شيء لا تخلو الوصفات والايجين وحتى جماعه تصلب الشرايين لا تخلو الوصفات من اضافه الفيتامينز
يعني الفيتامينز الانتي اوكسيدنت. الانتي اوكسيدنت يعتبر فري شيء، حتى ذول جماعه الهايبر يعني بروستيت هايبرتروفي كلها دائما يوصفوا لك اخذ الزنك، اخذ خلينا نقول انه السيلينيوم، تعتبر هذه كلها انتي اوكسيدنت يعني ضروريه. حتى الانسان يعني خلينا نقول انه حتى الاوبيز يعني خلينا نقول انه اشخاص اللي يعني يعانون من السمنه ينصحون باخذ الانتي اوكسيدنت. ليش؟ حتى تمنع يعني تمنع من تكون الفري راديكلز، باعتبار انه من اسبابها ويعني تقود الى الكانسر. قبل لا اتطرق الى جزء اخر اللي هو صنف اخر من الـ من السمبل ليبيد اللي قسمناها، قلنا السمبل ليبيد قسمناها الى فات والاويل والجزء الثاني الواكسس. فقبل لا انتقل الى الواكسس، نعم اكو نعم سؤال قبل لا انتقل الى الواكسس، اكو سؤال نعم اكو سؤال نعم keep going. ما في سؤال نعم تمام. اليوم مشيت بطيء نعم، هو ان شاء الله الامور احسن من ذاك اليوم. اليوم مشيت بطيء قلنا انه يعني قليلا مستمر خير من كثير منقطع، قلت حتى نستمر بالاشياء هنقول انه قليله اكثر مما انه اغطي الماده، لكنه الاغلبيه خلينا نقول انهم ملاحقين. نجي على الجزء الثاني اللي قلنا هو التصنيف الاخر او النوع يعني الكلاسيفيكيشن للسمبل اللي بده يشمل لنا الفات والاويلز، وخدناهن وقلنا الفات والاويلز انها يعني ان جنرالي يسمى بالترايجليسرايد، واخذنا شنو الترايجليسرايد والفاكشنز والرياكشنز اللي هي يعني هو اكثر من هناك عديد من التفاعلات، لكنه الموست كومن والموست امبورتنت رياكشنز للترايجليسرايد اخذناها اللي هي اكرولين والسوبونيفيكيشنز والانسيتاتيف. التفاعل يعني الصنف الاخر من السمبل ليبيد راح ناخذ الواكسز. فالواكسز هي عباره عن شنو الواكسز؟ الواكسز هي عباره عن استر حامض دهني يعني وتتميز هذا الحامض الدهني يكون عباره عن سلاسل طويله يعني مرتبطه بسلاسل طويله مرتبطه مع كحول. هاي الكحول هي ايضا هي مع كحول اللي هي تكون عددها يعني خلينا نقول انه لونج جوينينج وذ لونج تشين اللي هي تتراوح ما بين حوالي من 26 الى شنو من 26 الى 34 كربون ذرة كربون. اذا استر حامض دهني طويل السلسلة راح يرتبط مع كحولات ايضا هي اللي خلينا نقول طويلة السلسلة، لكن هو اعتيادي تحاوي على مجموعة خلينا نقول انه مجموعة هيدروكسيد وحدة. نجي على عندنا امثلة لل يعني هي للواكسس، ودائما الواكسس هي اكثر شيء نستخدمها دائما تستخدم في يعني خلينا نقول انه يسموه مستحضرات التجميل بالكوزماتيك اكثر شيء داخله سوري تركيب الكوزماتيك. نبدي من هذا اللي يعني انه اللي هو مثلا على سبيل المثال اللي راح ناخذه انه فيما يخص انه الواكسس اللي راح ناخذ البلماتيك اسيد بورشنز اللي هي الموجود بالبي واكسس. بالواكس اللي هو شمع اللي يسمونه يعني خلينا نقول انه يسمونه شمع يعني شمع النحل البي واكس اللي هو ناتج انه ياخذون القرص مال الشمع يذوبونه ويعرضونه خلينا نقول انه درجات يذوبونه وبعدين يحطونه ماده بيروكسيديش اللي هو يسمونه بشمع يسمونه بشمع النحل. واللي هو يسمونه شمع النحل وعندنا يسمونه الستايل بالميتيت اللي هو يسمونه بالسبيرمايسيت اللي هو خلينا نقول انه سبيرمايسيت اللي هو دائما هذا الشحم اللي ناخذه دائما من يسمونه شحم مال راس الحوت شحم راس الحوت. وكذلك انه يعني هذا الشحم انه الضوء يعني تتميز انه يحتاج الى خلينا نقول انه درجه الانصهار كلش عاليه مال تتراوح الى 50%. وكذلك انه يعني
يعني شلون نقول انه يذوب بالكحول، عنده يذوب بالكحول، ما يذوب، خلينا نقول انه لا يذوب بالماء. هو هذا مميزاته، انه يسمونه بالسبيرمايسيت، يعني خلينا نقول انه اويل اللي ناتجنا من البلماتيك اسيد واستيتايل الكحول بورشن. فاللي يشوف ان انا البلماتيك اسيد اللي هو لونج، يعتبر لونج فاتي اسيد مرتبط مع لونج الكحول chain. فستايل الكهول بورشنز مرتبطة لونج chain مع يعني لونج فاتي اسيد with لونج الكهول، وراح يكون ماي كومن بالواكسنز. المميزات الـ يعني الشموع على العكس من مميزات يعني على العكس من الليبيد الاويلز والفاز، مميزات انه تكون هي يعني انه ووتر انسوليبل و ما اعرف الصوت هذا، ما ادري اياه هو دخل، ما اعرف تمام، ما مشكله يجوز شو صارت خش بالصوت. تمام، بالنسبه الى الواكسز اللي هي تعتبر قلنا انها مواصفاتها تكون هي انسوليبل، وبالتالي بما انه انسوليبل انه ما ممكن انه من السهل يعني ما ليس من السهل يعني انه تحللها المائي، ليس كما في الفاتس والاويل. وتعتبر هي دائما يعني خلينا نقول انه يعني هي تعتبر وين موجوده بال وسيله حمايه، يعني موجوده على انه نلقيها انه نلقيها موجوده على الريش، موجوده دائما بالفرو، موجوده بالسكينز، موجوده على اوراق الاشجار. انه هاي دائما اوراق، شوف اوراق الاشجار هي صفتها يعني تكون دائما ذني اللي هي فريش، يعني انه دائما الصفه يعني شوفها تكون لماعه، اوراق لماعه. فكلها تعتبر هي من الواكسز، يعني الواكسز تعتبر هي وسيله حمايه خلينا نقول انه. وكذلك انه وجودها بالجلد انه تنفرز من الغدد، يعني خلينا نقول انه الغدد الدهنيه وجودها كل ضروري، غدد دهنيه ليش؟ لانه راح تمنع لنا انه يعني خلينا تمنع لنا الهايدريشن، تمنع لنا وسيله في الترطيب للسكن. ومثل ما نشوف انه راح ان وجودها داخل سوري وجودها بمن بالخلايا، خلينا نقول انه بالخلايا الدهنيه الموجوده بالجسم بالجلد، انه راح تاثر على انه تعطينا فد يعني فد تعطي فد صفه ترطيبيه وفد لمسه ناعمه للجلد، وبالتالي انه تمنع يعني تمنع الجفاف. واكثر شيء الواكس تدخل في ترتيب في تركيب يعني دائما تستخدم بالكوزماتيك وتستخدم في تقديم، تعتبر هو بالبروتكتيف بولش بولشز. وسوينا فد مقارنه، لو سوينا فد مقارنه ما بين الواكسز والفات، نشوف انه بالنسبه من ناحيه الستركتشر، من ناحيه الستركتشر انه تعتبر انه الجليسيرويد والثري فاتي اسيد، انه قلنا الفات انه عباره عن الجليسيرويد وثري فاتي اسيد سوري. اما هذا الفاتي اسيد يعني ما انه ذا سيم فاتي اسيد، وبالتالي انه تعطينا سم يعني خلينا نقول هوموجينيوس، او تكون انه مختلفات مثل ما شفنا بشلون يستفد انه ارتبط البلماتيك اسيد واللانولينيك، وخلينا نقول انه ومرتبطات بنفس التاش ذا جليسيرويد. بينما بالواكسز انه قلنا انه لونج تشين فاتي اسيد، يعني لونج تشين الكهول اند فاتي اسيد، وقلنا انه تراوح تقريبا من خلينا نقول انه اعداد كلش كبيره من 26 الى 34 ذره خلينا نقول انه كربون. لذلك انه هاي الصفه انه تجعل منها انه غير قابليه للذوبان، لانه لونج فيري لونج تشين فاتي اسيد اند لونج الكهول اتاش تو ذا لونج الكهول. بالنسبه للجليسيرول الاحتيادي انه الجليسيرول ميسنج من هذا، باعتبار انه الجليسيرول فالسمبل خلينا نقول انه هذا تحتاج سمبل الكهول، وذاك انه بالوقت تحتاج الى فيري لونج الكهول. الاكرولين تيست انه فقط يشتغل على الفاس، وقلنا هذا يعتبر هو يونيك او يعتبر انه سبيسيفيك تيست بالنسبه للفاس او الاويل، لذلك دائما تتفاعل. ليش؟ لانه الفاس والاويل بها جليسيرول، فطالما انه الجليسيرول ميسنج فروم الواكسينج فما ممكن نستخدم الاكرولين او
انه otherwise they give يعني negative يعني negative result. الرنسيديتي انه الفات والاويل تعاني الرنسيديتي انه انه تحتوي خلينا نقول انه بتكوين انه تعرضها لل تعرضها ل خلينا نقول انه ظروف غير مثلى ممكن انه تتاكسد. وبالنسبه للدايجستن يعني بروسس انه الفات ممكن انه يصير بها دايجستن بواسطه اللايبيز، لكنه الواكسز لا. هل ممكن انه نستخدمها؟ هل ممكن نستخدم الواكسز؟ لا ما ممكن نستخدمها، على العكس من الفات والاويل اللي ممكن نستخدمها. نجي على صنف اخر، احنا من الصنف الاخر من الـ من الليبز صنفنا اول صنف قلنا السمبل وصنفناه سمبل قلنا فات واويل وواكسز وخلصنا من عندنا. الصنف الاخر اللي هي الكومباوند ليبز، الكومباوند فات او ليبز. بالنسبه الى الكومباوند بالنسبة إلى الكومباوند ليبيدز اللي هي عبارة عن شنو تشمل لنا؟ يا إما تشمل لنا الجلسيرو فوسفو ليبيدز وتشمل لنا السفنجو خلينا نقول إنه سفنجو ليبيدز، وكذلك تشمل لنا شنو؟ تشمل لنا يعني إنه الفوسفو ليبيدز اللي تشمل لنا الجلسيرو فوسفو ليبيدز وسفنجو ليبيدز، وكذلك تشمل لنا الجلايكو ليبيدز. هذه هي تصنيفات الكومباوند أو كومبلكس ليبيدز. إذن تعتبر هي الفوسفوليبيدز اول تصنيفاتها مثل ما قلنا انه هذا اول صنف راح ناخذ بي الكومباوند بس راح ناخذ من اول صنف الفوسفوليبيد. اذا يعني نستنتج من هذا الدايجرام انه حسب هذا الشكل نستنتج انه بالكومباوند ليبيد او بالكومبلكس ليبيد هي مو بس استر يعني مو بس فاتي اسيد مع الجلسيرول، لا هي عباره عن أستر حامض أنه راح يتحد مع كحولات لكنه احتمال مرتبطة معها مواد غير يعني غير فاتي أسيدز، أنه مواد مرتبطة بالإضافة إلى مثلا أن هذا الجليسيرويد أنه الفاتي أسيد أتاش ذا الجليسيرويد، لكنه أدر يعني خلينا نقول أنه مواد يعني أدر كومباوند أو أدر خلينا نقول أنه ريزيديو مرتبطة مع مثل عندنا الفوسفيت مرتبطة مع مثلا عندنا الكولين، وأكو مرات أنه ارتبط عندنا بالكلايكوليبيدز اللي هي تحتوي على أنه يعني جزيئات من السكريات اللي هي مونو او اوليغو سكرايد، هذا مرتبطه. اذا استنتجنا بانه الليبيدز اللي هي الكومباوند ليبيدز انه بالاضافه الى الكربون بالاضافه الى الهيدروجين بالاضافه الى الاكسجين انه مكون حامض دهني انه راح تحتوي على عناصر مثلا عندنا تكون مثلا نيتروجين مرتبطه مثل الفوسفور، وكذلك عندنا الكربوهيدرات، ومرات انه البروتينز مرتبطه مع خلينا نقول انه الفاتي اسيد. بالنسبه الى مواصفات الفوسفوليبيد انه حسب التركيب مالت الفوسفوليبيد انه داخله يحتوي على مجموعه فوسفيت جروب، وهذلك بما انه يحاول على مجموعة جروب فوسفيت جروب سميناها سميت بالفوسفوليبيد. كل الفوسفوليبيد تحتوي على عند التحلل مالتها تحتوي على فوسفيت جروب وتحتوي على الكحول وتحتوي على الفاتي اسيد. وهذا الفوسفوليبيد انه عندنا يعني انه الفوسفوليبيد انه اتاش الى الكحول، انه هذا الفوسفوليبيد انه راح تكون مرتبطه الى الكحول يعني والفوسفيت تكون مرتبطه لنفس الكحول بيسمونه بالفوسفو داي استر بوندز، راح نشوف ان شاء الله بالتفاعلات اللي جايه. ومن مواصفات انه يعني انه هاي يعني الفوسفوليبيد انه ما نستخدمها انه عكس اللي يسمونه بالسمبل ليبيد، ما ممكن انا استخدمها انه انتجها يعني انتاج الطاقه، وانما استخدمها انه وسيله انه تدخل في تركيب يسمونه يعني بالسيل ممبرين، يعني النوع من الفوسفوليبيدز انه الهدف يعني خلينا نقول انه انتاج او يدخل في تركيب السيل ممبرين، اذا ليس لاغراض انتاج الطاقه. بالنسبه الى يعني الفوسفوليبيد انه تصنيفاتها صنف لنا نوعين،
اما نصنفها الى يسمونه بالجليسيرو فوسفوليبيدز، الجليسيرو فوسفوليبيدز، وكذلك انه اما نسميها جليسيرو فوسفوليبيد او نسمونها بالفوسفوجليسرايد الاثنين، وكذلك نسمى الصنف الثاني يسمونه بالسفنجو يسمونه بالسفنجو فوسفوليبيد او سفنجوليبيد، سوري نفس التسمية يعني فيما لو جاء في الامتحان واحدة من أتهم فهي نفس التسمية، وكل يعني سواء كان الفوسفوجليسرايد والسفنجوليبيد يعني الفوسفوجليسرايد والفوسفوليبيد انه هن اهميتهم يعني اهميتها تكمن بوجودها بالغلاف الخلوي، بالغلاف الخلوي يعني انه تعتبر انه عناصر، يعني الفوسفوليبيد هي تعتبر عناصر تركيبيه، يعني عناصر تركيبيه يعني مو الهدف هي هدف الغزل، يعني ما مو الهدف مثل الترايجلسرايد انه الجسم يخزنها حتى يستفاد منها مستقبلا لانتاج الطاقه، وانما هي الهدف انه هدف تركيبي تعتبر عنصر تركيبي يدخل في تركيب الغلاف الخلوي. بالنسبة إلى يعني يعتبر أنه بما أنه إحنا نعرف أن تركيب الأغشية الخلوية تتكون من يعني هذا الفوسفوليبيد أو السالمون برين باي لاير أنه تكون من طبقتين، أنه تكون تتكون يعني هي بصورة عامة الفوسفوليبيد تتكون من جزئين اللي هو جزء الهيدروفوبيك اللي هي تكون الهيدروفوبيك اللي هو الهيدروفوبيك يعني أنه جزء كاره للماء يسمونه يعني كاره الماء تكون يتوجه باتجاه داخل خلية، والجزء الثاني تكون به هو شنو تكون الهيدروفيليك فوسفيت، انه وجود الهيدروفيليك يعني وجود الفوسفيت خلينا نقول انه هو اعطى الصفه القطبيه، وبالتالي انه صار انه خلينا نقول انه طرف محب للماء يعتبر هو جزء طرف قطبي، طرف قطبي انه الفوسفوليبيد انه قطبيه نتيجه وجود الفوسفيت، اذا الفوسفيت هي اعطتها القطبيه، فالطرف القطبي دائما الهيدروفيليك انه يكون انه موجود الى باتجاه نقول انه الخارجي باتجاه الخارج، وبالنسبه الى الهيدروفوبيك تكون موجوده على باتجاه الداخل. يعني هذا سبب انه هذا فيما لو مثلا يعني شنو ليش نسميها احنا بالفوسفوليبيد، ليش نسميها يعني خلينا نقول انه نسميها بالبولار ليبيد، لانه يحتوي على انه نسميها بالبولار ليبيد لانه تحتوي على خلينا نقول انه تحتوي على هذا يعني يسمونه الهيدروفوبيك هيد الهيدروفيليك هيد سوري اللي هي يسمونها بالهيدروفيليك هيد اللي هي جاينا من نتيجة الفوسفيت جروب، انه هذا اعطتها بالتالي انه اعطتها الصفة القطبية، لكنه تكون هذا القطبية، لكن البيول اللي عندنا هذه اللي يسمونها الهيدروفوبيك تكون هي غير يعني نون بولار. وهذا هو يعني انه هذا هو تركيب سوري فالفوسفوليبيد اللي كنا تكون من جزئين، جزء قطبي وجزء غير انه جزء محب للماء وجزء كاره للماء. بالنسبه الى تركيب للفوسفوليبيد نشوف انه الفاتي اسيد تيل، هذا الفاتي اسيد تيل اللي يقول لي انه نوت هود يعني هيدروفوبيك ويكون دائما انه يعني بانه غير قطبي باعتبار انه متاش فاتي اسيد ما عليه شحنه يعني ما عليه شحنه، لكنه الفوسفيت جروب بما انه هي نقول هي مسؤولة عن اعطاء البولاريتي، يعني هي الفوسفات جروب وجودها بما انه عليه شحنة فانها اعطت صفة يعني خلينا نقول القطبية للفوسفوليبيد، قطبية للفوسفوليبيد. بالنسبة الى يعني الفوسفوليبيد تتضمن عدة يعني خلينا نقول انه مركبات، راح نستعمل الفوسفدايل كولين فوسفدايل يعني ليستينز او سيفالينز، فهذه المركبات انه تبدا من مركب
يعني خلينا نقول انه مركب، يعني خلينا نقول انه اساسي او بريكيرسر الفوسفاتيدايل الكحول. كل الفوسفو يعني ليبيد او نسميها بالجلسيروفوسفو ليبيد انه تحتوي على الكحول، وهذا الكحول اللي هو استروفايد بال يعني بالفوسفيت جروب والتاش، يعني هو باعتبار انه بال يعني موقع ثلاثه من الكحول من الجلسيرول. فأول صنف يعني هذا بالفوسفو ليبيدز، أول صنف إنه هو عندنا يسمونه بالفوسفدايل سيرين، وعندنا الفوسفدايل أثيليامين، وعندنا الفوسفدايل كولين أو نسميه باللسيفين. التركيب بالنسبة فيما يخص المركبات إنه يعني خلينا نقول إنه حسب تركيب الفوسفدايل سيرين عندنا، نعم الفوسفاتيدايل سيرين ممكن ينتج لنا انه اتحاد، يعني خلينا نقول انه فوسفاتيدايل سيرين ناتج لنا من عمليه تبادل، يعني هذا التفاعل مالته فوسفاتيدايل سيرين داخل اول مركب، هاي الفوسفاتيدايل سيرين. فوسفاتيدايل سيرين من هاي قلت التفاعل الثاني، اذا هذا اول مركب الفوسفاتيدايل سيرين يجي على التفاعل مالته. الفوسفاتيدايل سيرين جاينا من يسمونه بالبيس اكستشينج، هذا نسموه بالبيس اكستشينج مع يعني هذا يعني الفوسفاتيدايل سيرين، يعني الفوسفات جاينا من فوسفاتيدايل اثيلامين سيرين راح يتفاعل يتبدل مع الايثانولامين وراح يعطينا الفوسفاتيدايل سيرين. بوجود انزيم فوسفاتيدايل ايثانولامين سيرين ترانسفيريز راح يصير عندنا حاله يسمونها بالبيس اكستشينج رياكشن، بيس اكستشينج رياكشنز. هذا البيس اكستشينج رياكشن يعني انه راح يتحول الفوسفاتيدايل ايثانولامين راح يتحول الى الفوسفاتيدايل سيرين. اذا فوسفاتيدايل ايثانولامين بالبيس اكستشينج راح يعطينا فوسفاتيدايل سيرين، وايش راح يعطينا بالاضافه الى الايثايل يسمونه بالايثانول امين ايثانول امين. هذا هو فيما يخص اول مركب. المركب الثاني اللي هو يسمونه بالفوسفاتيدايل يعني فوسفاتيدايل اثيلامين، ما يخص انه الفوسفاتيدايل اثيلامين وعندنا الفوسفاتيدايل كولين. بالنسبه لهم ذني مركبات فوسفاتيدايل كولين والفوسفاتيدايل اثيل امين جايتنا من تفاعل شنو؟ ان اول ما اشوف هنا أنا لا اشوف قدامكم عندنا هذا مركب الكولين. بالبدايه انه هذا المركب الكولين انه احنا اصلا ما نحصل على يعني انها اما نحصل على يعني الايثانولامين والكولين نحصل عليها من الدايت، او انه يعني ممكن يصير عندنا تحول يسمونه تيرنوفر، يعني تحول داخلي من يعني الفوسفوليبيد من الفوسفوليبيد انه راح يعطينا يتحول الى الفوسفاتيدايل، يعني خلينا نقول انه يعطينا الايثانولامين ويعطينا الكولين، او نحصل من هنا الدايت. فالتفاعل انه يضمن انه اللي هي هذا نشوف انه الكولين، وسواء انه الكولين او نفس الحاله ب خلينا نقول انه بالايثانولامين، انه هذا التفاعل الاول انه راح يصير عندنا فوسفوريليتد. فوسفوريليتد انه ما نشوف هنا بالكاينيز الموجوده راح يصير عندنا فوسفوريليتد، وبالتالي راح تحول لنا الى الاكتيفيتد اللي هو سيتيدين، راح تحول لنا الى هذا المركب اللي هو خلينا نقول انه هذا المركب اللي هو مركب يسمونه بالسي دي بي، لا شوفونا نعم يسمونه ب خلينا نقول سيتيدين داي فوسفيت كولين، راح يعطينا هذا المركب. او بنفس الحاله انه ان كيس اوف ذا ايثانولامين يعطينا بالسيتيدين، يعني خلينا نقول انه سيتيدين داي فوسفيت كولين يعطينا ايثانولامين. بعدين انه هذا عندنا الحاله اللي هي مركب هذا المركب يسمونه بالاكتيفيتد فورم، راح يعني انه ينقل مجموعه الكولين يعني انه الفوسفيت والايثانولامين فوسفيت راح ينقلها الى مركب ثاني، الى لو بده تشوفون هذا المركب يسمونه بالداي اسايجليسيرويد، وبالتالي راح تطلعنا يعني مجموعه الفوسفيت راح تنتقل من الايثانولامين يعني فوسفيت والكولينامين فوسفيت راح تنتقل الى الداي يسمونه بالداي اسايجليسيرويد، راح تنتقل مجموعه الفوسفيت راح يعطينا الفوسفاتيدايل يعني كولين والفوسفاتيدايل اثينامين. هذا هو التركيب، يعني خلينا نقول انه يعني مسار تخليق كل من الفوسفاتيدايل كولين والفوسفاتيدايل اثينامين، وهذا نعم مطلوب يعني على الأقل يعني المركبات الداخلية.
نجي على صنف آخر، ناخذ صنف آخر اللي هو راح ناخذه، اللي هو نقول إنه من ضمن إن إحنا صنفنا ال compound lipids، يعني compound lipids قسمناها إلى إنه الفوسفوليبيد والسفينجوليبيد. قبل لا أنتقل للسفينجوليبيد، أكو سؤال نعم فيما يخص الأتيلونم، أكو ما يخص فيما يخص الفوسفوليبيد، أكو سؤال نعم؟ أكو سؤال نعم؟ قبل لا أنتقل، أكو سؤال آخر نعم؟ تمام. عم تطلع على الشات اخاف من اثر اقوم واروح لازم اشوف الشات مالكم. بالنسبه الى السفنجوليبيد، اذا الصنف الاخر قلنا هن السفنجوليبيد او يسموها بالدهون الاسفنجيه، يسمونها سفنجوليبيد من اسم السفنجوليبيد. السفنجوليبيد هي تعتبر هي قلنا تنتمي الى يعني صنف الكومبلكس ليبيد او الكومباوند ليبيد، وتحتوي ايضا هي يعني تحتوي على فاتي اسيد اللونج شين الكهول، والسفنجو كذلك الكهول اللي تحته النوع الكهول اللي تحتوي السفنجوليبيد هو تستوي سماه بالسفنجوسين، السفنجوسين بدلا من الجليسيرويد، وبالتالي انه تحتوي على بعض يعني خلينا نقول اديشنال جروبس ان هي انستيد قلنا بتحتوي على مجاميع اخرى ومرتبطه مع خلينا نقول انه السفنجوسين. هذا هو السفنجوسين اللي هو يعتبر هو خلينا نقول الاساسي او الدبنه الاساسيه بالفوسفوليبيد. هذا هو التركيب الكيميائي التركيب الكيميائي للسفنجوسين. يعني انه السفنجوليبيد ما تحتوي على الجليسيرويد، السفنجوليبيد انه ما تحتوي على الجليسيرويد، تحتوي على انستيد تحتوي على الجليسيرويد. بالنسبة إلى يعني خلينا نقول إنه يعني أبسط أنواع إنه يعني أبسط يعني نقول إنه أنواع للفوسفوليبيد، للفوسفوليبيد اللي هي خلينا نقول إنه صنفناها بش اسمه سوري بالسفنجوليبيد، إنه يعتبر هو السفنجومايلين، السفنجومايلين يعني عندنا تصفين من السفنجوليبيد، إنه سفنجومايلين والكلايكوليبيد. أبسط أنواع يعني مثال ناخذ على السفنجوليبيد هو السفنجومايلين، وهذا هو تركيب انه السفنجومايلين، السفنجومايلين هذا التركيب الكيميائي. انا عامل السفنجومايلين السفنجومايلين راح يتكون عندنا يكون من يعني التركيب الكيميائي عندنا فاتي اسيد يتكون السفنجو يعني السفنجوسين، ويتكون انه حامض الفسفوريك على الفسفوريك اسيد، ويتكون خلينا نقول انه ويتكون الى الفاتي اسيد، ويتكون الى السفنجوسين. اللي هو تركيب كيميائي نعم للسفنجوسين. فاتي اسيد هذا نعم فاتي اسيد، وهذا السفنجوسين، وهذا الفوسفوليك اسيد يكون داعم من الفوسفيت، وعندنا هذا الكولين. اذا هذا اللي قلنا انه اكو مجموعه اخرى مرتبطه مع الفوسفيت جروب، الكولين اتاش لمن؟ اتاش للفوسفيت، اتاش الى الفوسفوت جروب يسمونه بالفوسفودايستر بونز. كولين مرتبطه اي مجموعه راح ترتبط اتاش يصير عن طريق الفوسفيت، بول كولين مرتبطه مع الفوسفيت بالدايستر بونز يسمون دايستر بونز. وهذا هو تعم تركيبه،
وبما يخص انه وجود السفنجوميلين انه يعني يعتبر هو مهم، وتركيب يدخل في تركيب يعني خلينا نقول انه النيرفز يعتبر هو الوسيله انه يوجد بكميه كبيره بالبرينز والنيرف تيشوز، وتفاصيل هذا هي حسب التركيب انه سفنجوميلين انه هذا السفنجوميلين انه الكولين راح تاتش الى سفنجوستين انه بالفوسفيت جروب، لكنه الفاتي اسيدز انه اتاتش الى سفنجوستين بالاميد لينكيج، وهذا حسب التركيب حسب ما حكينا انا عن هنا. بالنسبة إلى التحلل المائي، نعم التحلل المائي حسب التركيب مالته، نعم قلنا يعني حسب ما نشوف التركيب اللي شفناه، يعني هذا التركيب مالت السفنجوميلين إذا مين يتحلل ايش راح نتوقع، ايش راح يعطينا؟ راح يعطينا فوسفوريك أسيد، يعطينا فاتي أسيد، ويعطينا إنه خلينا نقول إنه كومبلكس أمينو الكهول اللي هو سفنجوسين. إذا ماكو وجود نعم لي نقول إنه لل وجود لل يسمونه الجلسيرويد والسفنجوميلين انه اتحاد السفنجوميلين السفنجو يعني انه كومبينيشن سفنجوسين والفاتي اسيد يسمى مركب يعني يسمونه بالمركب السيرامين اللي هو راح ناخذ مثال اخر. وبما انه بسبب وجود انه الفوسفورس بالسفنجوميلين ايضا يسمى يعني السفنجوميلين ايضا نسميه بما يسمى ب يسمونه بالسفنجو فوسفوليبيد، سفنجو فوسفوليبيد بسبب وجود الفوسفورس، بسبب وجود الفوسفورس جروب سيفن بتركيبه. ناخذ مثال اخر اللي هو اللي مثال اخر لي يعني خلينا نقول انه للفوسفوليبيد اللي ناخذ عندنا خلينا نقول انه السيرام المركب السيراميد. اذا انه اتحاد الفاتي اسيد مع الاتحاد الفاتي اسيد مع مع الفاتي اسيد يتحد مع خلينا نقول انه السفنجوسين راح يعطينا مركب هو كمون مركب السيراميد. يعني هذا هو التفاعل انه السفنجوميلين هو السيراميد المركب اللي هو يعطينا اياه اللي ناتج من تفاعل الفاتي اسيد. اذا هذا السفنجوسين هذا التركيب السفنجوسين يدخل مع السفنجوميلين راح يعطينا مركب، اذا مركب يسمونه بالسيراميد. راح نوقف نعم لهنا بالكلايكوليبيد، راح ناخذها ان شاء الله بد الكلايكوليبيد، راح نوصل للكلايكوليبيد وتقسيمات الكلايكوليبيد حتى شنو نعم لا الكلايكوليبيد وصلنا بعد عندنا بس الكلايكوليبيد نعم والستيرويد يعني كلايكوليبيد عندنا فقط، وعندنا والستور والبايل صوت راح نكملها ان شاء الله، نكملها ان شاء الله اسبوع خلينا نقول انه ناخذ النساء نحتاج النساء واحده نكملها نعم اسبوع المقبل. وصلنا الى الكلايكوليبيد طلاب من المحاضره بالكلايكوليبيد، كلايكوليبيد ان شاء الله كلايكوليبيد انها راح نكملها كلايكوليبيد فقط عندنا والبايل صوت، بايل صوت ويعني هي اللي هي الستيرويد والستيرويد والبايوسبوت راح نكمل ان شاء الله، نحتاج لنا ساعه واحده يعني يبقى لنا خلينا نقول انه في شيء قليل حتى ننهي ان شاء الله الشابتر. نتوقف نعم عندنا يعني خلينا نقول انه جدا اسفه بس يعني خلينا نقول في شيء ارجنت انه راح نتوقف احنا نعم بالكلايكوليبيد. اوكي نعم اتمنى انه استفدتوا من المحاضره يعني خلينا نقول نحاول طيب في شيء بسيط ولكنه اضغط الماده، واعتيادي انه اي سؤال طلاب اي سؤال اي استفسار يعني سواء كان انه هنا بالبرنامج انه او راح اكتب لكم نعم اكتب لكم نعم يعني اعتيادي انه تدخلون على المودل مالتي على المودل نعم او على الكلاس يعني يسمونه الكلاس روم وتدزوا لي سؤال، او انه اكتب لكم نعم ايميل هنا ان شاء الله بعيون ان شاء الله تنزل المحاضره ان شاء الله. فاي سؤال اي استفسار نعم اذا ما لحقتوا اي سؤال اي استفسار انه دزوا لي نعم عن طريق المودل عن طريق الكلاس روم عن طريق الايميل، وراح ادز لكم هنا نعم ايميلي حتى شنو حتى نتواصل نعم.
نتواصل. نعم هذا ايميل. نعم بزاف طلاب بالجدة ايميلي حتى نعم اي شيء اي استفسار، انه خاف ما يعني ربما مثلا كانت الامور سريعه صار شيء، فان شاء الله هذا هسه ننهي المحاضرة. نعم وياكم وصلنا لك لايك وليبد، وان شاء الله على المحاضرة الاسبوع اللي يجي راح ناخذ ساعة وقت فقط واحدة وننهي ان شاء الله السكشن فيما يخص انه الليبد. وشكرا جزيلا واتمنى لكم موفقية. مع السلامة.